مشاهدينا حق العوده والتعويض من الثوابت الوطنيه الفلسطينيه في هذه الحلقه سنتعرف على حق العوده في الفكر السياسي الفلسطيني مع ضيفي الدكتور خالد صافي استاذ التاريخ الحديث والمعاصر بجامعه الاقصى تابعونا. اهلا وسهلا دكتور دكتور حلوة. يعني شرفتنا في برنامج عائدون هذا البرنامج الذي يتناول قضايا وهموم اللاجئين الفلسطينيين دكتور يعني مفهوم العودة يطول الحديث عنه إيه إيه هذا المفهوم وفق الأدبيات الفلسطينية ماذا يعني؟ يعني هو حق العودة على صعيد الفلسطيني هو حق مقدس باعتبار أنه يجب العودة إلى قرانا التي هجرنا منها وبالتالي هذا الحق هو قضية أصبحت قضية من ثوابت القضية الفلسطينية من ثوابت الشعب الفلسطيني قضية عليها إجماع لا يوجد أي خلاف بهذا الجانب وبالتالي هذه القضية تعتبر قضية مقدسة لذلك العودة هي الخروج من هذا الواقع البائس السيء إلى القرى التي هجرنا منها وهذا حق ما زال حق مجمع عليه سواء على صعيد الشرعيه الدوليه او حتى على صعيد الثوابت الوطنيه الفلسطينيه وبالتالي هو ايضا مفهوم موجود ومتواجد وفق الادبيات لدى الفصائل الفلسطينيه يعني هل هناك فصيل يختلف مع الفصيل الاخر على هذه هذا الحق يعني الفصائل عمليا نقسم الفصائل لو جينا للفكر السياسي الفلسطيني حتى نكون اكثر تخصصا وتدقيقا في هذا الجانب عندما نتحدث عن الميثاق الوطني الفلسطيني الميثاق القوم الفلسطيني بالبداية لم يتحدث عن حق العودة لأنه تحدث عن تحرير كامل التراب الفلسطيني وبالتالي ضمنا يتم العودة طالما تم تحرير كامل التراب في الافتتاحية المجلس الوطني الفلسطيني في ال وستين في ثمانية وعشرين بهذا الشأن لم يطلق على الفلسطينيون على الفلسطينيين بالخارج الفلسطينيين او الشتات اطلق عليهم عائدون وبالتالي هذا يبرز انه منذ اليوم الاول لانطلاق منظمه التحرير الفلسطينيه وفي المؤتمر في المجلس الوطني الفلسطيني كانت عائدون وفكره العوده حاضره في الفكر السياسي الفلسطيني الميثاق القومي كما قلت لم يتحدث عن حق العوده لانه تحدث عن تحرير كامل التراب الفلسطيني وطالما تحرر وايضا بالضبط اي ان هناك عوده, هناك عودة كامله يعني. لكل القرى والمدن الفلسطينيه بهذا الشان على الصعيد الميثاق الوطني عندما عدل الميثاق القومي في 1968 واصبح الميثاق الوطني الميثاق الوطني ايضا لم يتحدث عن حق العوده لم تحدث عن تحرير كامل التراب الفلسطيني وأضاف ميثاق الميثاق الوطني انه تحرير فلسطين لا يتم الا من خلال الكفاح المسلح هذا ما تم اضافته وبالتالي الميثاق الوطني هو عمليا صدى للميثاق القومي مع تغيير بعض البنود التي تتحدث عن الكفاح المسلح الاشكاليه في الفكر السياسي الفلسطيني تجاه حق العوده بدأت مع النقاط النقاط العشر في البرنامج المرحلي عام 1974، لأنه حتى عام 1974 كان الحديث عن تحرير كامل فلسطين كدولة ديمقراطية بهذا الشأن، وبالتالي لا يوجد هناك إشكالية تجاه قضية حق العودة بهذا الشأن، لأنه تحرير كامل التراب كما قلنا هو عمليا يتضمن حق, حق العودة. العودة. عندما تم الحديث في البرنامج المرحلي عام 74، تم الحديث عن إقامة سلطة فلسطينية، طبعاً البطاقه المرحله النقاط العشر او البرنامج المرحلي هو وجد او كحراك سياسي فلسطين عام 74 انسجاما مع ما كان يطرح في ذلك الوقت بعد اكتوبر حرب اكتوبر وبالتالي تم التحضير لمؤتمر جنيف دولي و وافقت منظمة التحرير الفلسطينية مبدئيا على المشاركة في هذا المؤتمر ومن هنا جاء الاعتراف ومنظمة التحرير الفلسطيني على الصعيد العربي كممثل شرعي ووحيد تمهيدا لمؤتمر جنيف والمؤتمر الدولي لذلك تم الحديث في النقاط العشر ليس تحديدا عن حق العودة بالمعنى الشرعية الدولية هو تم الحديث أنه لا يمكن إقامة أي سلام عادل إلا بضمان حقوق الشعب الفلسطيني ومنها حق العودة وتقرير البصير اذا آه. لم يتم هنا وضع ماده خاصه بحق العوده لانه لسه ما زال الفكر السياسي الفلسطيني يتحدث عن تحرير كامل التراب وان الانسحاب الاسرائيلي ليس سوى مرحله اولى من مراحل انهاء هذا الوجود آه. الاسرائيلي الوجود كاملا وبالتالي لم يتم التركيز هنا على حق العوده وانما تم الحديث انه في حاله عقد, تقرير عقد مؤتمر المصير. دولي حتى لو عقد سلام لا يمكن تحقيق هذا السلام الا بحق العودة وتقرير المصير ومن هنا بدأ حرك حق العودة يتم الحديث عنه في أدبيات الفصائل الفلسطينية كحق مقدس يعني مفهوم العودة وفق المفهوم العربي يعني هل هناك رؤية عربية لهذا المفهوم مختلفة عن الرؤيتين يعني الحقيقة دائماً من الجانب العربي كان مسانداً للجانب الفلسطيني ولكن ربما كانت مؤتمر فاس أو قمة فاس في عام 1982 بعد الخروج من بيروت في هذا المؤتمر تم الحديث عن حل عادل لقضية اللاجئين ولكن لم يتم التطرق إلى حق العودة بمعنى أنه حق مقدس وإنما حل عادل هذا الضعف للأسف في الخطاب الرسمي على الصعيد العربي انعكس أيضا على الوضع الفلسطيني وبالتالي ربما هناك إشكالية ضمن فن الممكن أو ضمن الخطاب البراغماتي نظرا لي الظروف <applause> المحيطه والتغيرات, <applause> والتغيرات الاقليميه والدوليه دكتور يعني الحل هو عن حل متفق عليه وبالتالي هذا يهدد ويقوض حق العوده كحق فردي وحق جماعي لانه لا يمكن التنازل عن حق العوده سواء حتى لو تم التنازل فرديا لا يمكن التنازل عن حق العوده جماعيا. دكتور اذا ستبقى قضيه اللاجئين وحق العوده هي قضيه ومحل اجماع وطني رغم كل ما يدور من مؤامرات تحاك ضد هذه القضيه وقضايا شعبنا الفلسطيني. مشاهدينا مستمرون معكم لمعرفه المزيد من التفاصيل حول حق العوده في الفكر السياسي الفلسطيني ولكن بعد هذا الفاصل عدنا اليكم مشاهدينا من جديد لمعرفه المزيد من التفاصيل حول حق العوده في الفكر السياسي الفلسطيني مع ضيفي الدكتور خالد صافي استاذ التاريخ الحديث والمعاصر، دكتور يعني كثر الحديث عن حق العوده او التعويض وهذا لغط يقع فيه البعض، يعني ما الفرق ما بين حق العوده والتعويض وحق العوده او التعويض؟ يعني هذا موضوع مهم جدا على صعيد ما يطرح لانه في المبادرات العربيه للاسف وفي ظل التراجع في الفكر السياسي العربي والذي انعكس ايضا على الجانب الفلسطيني يتم الحديث عن حق العوده او التعويض وهذا مرفوض لان حتى قرار 194 هو تحدث عن حق العوده والتعويض وبالتالي يجب علينا ان نستند على فهمنا نحن لقرار 194 وليس محاولة الجانب الإسرائيلي والجانب الأمريكي ما يروج, آه ما يروج لذلك هذه ل... وذلك في محاولة للتأكيد أو تشجيع مشاريع التوطين وما يتم الحديث عن صندوق دولي يشجع التوطين وهنا يأتي أن حق العودة أو التعويض بمعنى أن هناك من لا يرغب بالعودة الذي يرغب بالعودة يمكن السماح له بالعودة ولكن طبعا ضمن قرار 194 للاسف حتى قرار 194 الذي يستند عليه كقرار للشرعيه الدوليه هناك العديد من الاشكاليات في هذا القرار، حق العوده وفق قرار 194 يتحدث عن السماح بالعوده لمن يرغبون في العيش بسلام مع جيرانهم، وبالتالي هو من الذي يحدد ان يعيش بسلام ومن الجهه الامنيه الذي يمكن ان تصنف وبالتالي هذا الشرط لمن يرغبون بالعوده بسلام، يرغبون العيش بسلام مع جيرانهم، طبعا هنا يقصد الجانب اليهودي وبالتالي من الذي يحدد ان هذا اللاجئ يريد ان يعيش بسلام او على استعداد ان يعيش بسلام، هنا يبدو انه يخضع قضيه يربط العوده بمعايير امنيه ربما، هذه انا اعتقد انه احدى الاشكاليات في قرار 194. ايضا قرار 194 عندما يتحدث لا يتحدث عن يجب العوده فورا. يتحدث عن العوده في اقرب وقت عملي ممكن. ممكن، وبالتالي اقرب وقت عملي ممكن، هذا ايضا اعطى المجال للامتداد في الوقت دون ان يقول فورا وهذا ما كان يجب ان يعطى في وكان الكل يريد ان يطيل امد الصراع بالضبط، وبالتالي هذا الفشل الذي ادى في تطبيق قرار 194، فشل المجتمع الدولي في تطبيق قرار 194، هو الذي اودى الى محاوله تشكيل منظمه الاونروا لمحاوله السيطره على الجياع بمعنى ان هؤلاء الجياع تم الفشل للاسف في عمليه اعادتهم او او تاهيلهم للعوده كما ينص قرار 194 وبالتالي هؤلاء الجياع الذين هجروا من الذي يتحمل مسؤوليه اطعامهم؟ منظمه الكويكرز التي حاولت في الفتره بين 1900 و48 إلى 1950 قبل توفير الخيام أو توفير الغذاء هي لا تستطيع هي وفرت بشكل مأوى مؤقت ولكن عندما هذه القضية قد طالت من عام 48 إلى عام 1950 وللأسف المجتمع الدولي لم ينجح في تطبيق قرار 194 وتم الاعتراف بإسرائيل في عام 1949 كعضو كامل العضوية وتم التأكيد من قبل مجلس الأمن في قضية الاعتراف بإسرائيل بأنها دولة محبة للسلام، هذه الدولة التي قامت على انقاض مذابح ومجازر الشعب الفلسطيني وتشتيت حوالي 850 الف فلسطيني تم مخاطبة مجلس الامن، خاطب الجمعية العمومية بان هذه الدولة محبة للسلام. بالسلام. حتى لو عدنا على الصعيد القانوني، الاعتراف باسرائيل في الامم المتحدة كعضو في الامم المتحدة كان مرتبط بتطبيقها لقراري 181 و194، بمعنى اقامة ايضا دولة فلسطينية، الجانب الاسرائيلي قام دولة إسرائيلية على أخذ شهادة الميلاد لدولة إسرائيلية ولكن الشق الآخر للأسف بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية والحركة الصهيونية وقفوا أمام الشق الآخر وبالتالي تم ملاحقة حكومة عموم فلسطين إلى أن تم الإجهاض والإجهاز عليها وبالتالي قرار 184 طبق منه 181 طبق منه الشق فيما يتعلق بإعطاء شهادة ميلاد للدولة وللكيان الصهيوني ولكن فيما يتعلق بالدولة العربية تم الحديث هنا عن اللاجئين وتم الحديث عن إعالة هؤلاء اللاجئين وتشغيل هؤلاء اللاجئين من خلال القرار الأمم المتحدة بإنشاء وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل وبالتالي حتى إقامة الأمم المت... وكالة الأونروا هي كانت الهدف منها فقط امتصاص هذا الكم الهائل من اللاجئين الذين أخرجوا من قراهم وتم قذفهم إلى مخيمات، هذه المخيمات للأسف أصبحت مخيمات دائمة رغم أنها كانت يفترض أن تكون مخيمات مؤقتة إلى أن يتم العوده وبالتالي الحديث عن العودة أو التعويض هذا هو فكر صهيوني يحاول أن يخير اللاجئ بين العودة وهذا طبعا هو لا يريد أصلا ان يعود هذا اللاجئ وبالتالي هو يفتح امامه باب اخر هو باب التعويض ومن هنا تسعى اسرائيل الى حل قضيه اللاجئين بعيدا عن اسرائيل وبعيدا عن اي التزام قانوني او اخلاقي من خلال اقامه صندوق دولي هذا الصندوق يقوم باعطاء اللاجئين الموطنين في في الدول الاخرى تعويض وهذا التعويض بالتاكيد لا يمكن القبول به الوطن ليس كما قال عبد الله حوراني في كتاباته وكان من المدافعين عن حق العودة وكان مؤسسا للجان الشعبية عندما قال الوطن ليس قتيلا نقبل عليه الدية وبالتالي نحن نتحدث الآن عن وجوب العودة والتعويض على سبعين أكثر من سبعين عاما من المعاناة والاقتلاع واستثمار إسرائيل الدولة العبرية لهذه الأراضي هناك بعض الخبراء في عام 2000 أو 2003 تقريبا قدروا التعويض بحوالي 100 30 مليار دولار تعويض للاجئين على معاناتهم على استثمار الدوله العبريه لهذه الاراضي وبالتالي عندما نتحدث الان يجب ان نتحدث انه يجب ان نعود وبالتالي هذا حق مقدس على الصعيد الفردي والجماعي ويجب التعويض عن كل هذه السنوات من المعاناه ثلاثة اجيال من المعاناة، والان اعتقد انه مبلغ التعويض يزيد عن 150 مليار دولار، يجب ان يعوض للاجئين لاعاده تاهيلهم في قراهم ومدنهم التي يجب ان يعودوا اليها وفق هذا الحق المقدس. بالتاكيد، دكتور يعني عندما نتحدث عن حق العوده والتعويض، وعندما نتحدث عن هذه الامور، ما هي الاجراءات التي يمكن من خلالها لنا كفلسطينيين تثبيت هذا الحق؟ يعني بالتاكيد في ظل الوضع الفلسطيني الضعيف نحن دائما يجب ان نستند على شرعية الدوليه، الشرعيه الدوليه فيما يتعلق بحق العوده لا زالت قائمه، يعني يتم التاكيد سنويا في الجمعيه العامه للامم المتحده على قرار 194 يتم التاكيد على حق العوده بهذا الشان، حق العوده بالنهايه هو ما تقدمه لك الشرعيه الدوليه هي تقدم لك الشرعيه في الحق، ولكن انتزاع هذا الحق بالتاكيد يتطلب الجانب الفلسطيني، الجانب الفلسطيني بمعنى انه يجب اعاده انهاء الانقسام، اعاده لحمه الشعب الفلسطيني ووحده الشعب الفلسطيني، يجب الى العوده الى المشروع الوطني الفلسطيني المقاوم، الشرعيه الدوليه كفلت للشعب الفلسطيني المقاومه بكافه الوسائل وفق الامكانيات المتاحه، وبالتالي حق العوده يجب ان ينتزع الحقوق لا تقدم على طبق من فضه ولا طبق من ذهب وانما يجب ان تنتزع لدينا شرعيه دوليه هذه الشرعيه نحن نستظل بها نحتمي بها نعود اليها ولكن عمليا تحرير فلسطين وكامل الطلاب الفلسطيني يجب ان يكون فلسطينيا ضمن الدائره الفلسطينيه ثم ضمن الدائره العربيه التي يجب ان تكون داعمه بقوه للجانب الفلسطيني ثم الدائره الاسلاميه التي تقوم بدعم الدائره العربيه والفلسطينيه ثم الدائره الانسانيه بمعنى كل من يؤيد حق العوده وحق الشعب الفلسطيني ولكن يجب الانطلاق دائما الى توحيد الدائره الاولى على ان الشعب الفلسطيني هو عمليه راس الحربه لتحرير ارضه وتحرير كامل التراب الفلسطيني وتاكيد حق العوده واقامه الدوله الفلسطينيه وعاصمتها القدس دكتور يعني بخلاف كل هذه المعيقات، المعيق الامريكي والمعيق الاسرائيلي، هل هناك معيقات اخرى تعيق تنفيذ هذا الحق؟ يعني بالتاكيد المعيقات هو بالجانب الاسرائيلي الذي يتمتع بغطاء امريكي للاسف، الولايات المتحده الامريكيه هي الداعم للجانب الاسرائيلي في مجلس الامن والجمعيه العموميه، في مجلس الامن الذي قراراته يفترض ان تكون موضع تنفيذ، صدرت آه مئات القرارات. من الجمعيه العامه للامم المتحده ومجلس الامن وللاسف الجانب الاسرائيلي تحت الحمايه الامريكيه يضرب بهذه القرارات عرض الحائط لذلك يجب الحديث دائما عن جانب فلسطيني انهاء الانقسام اعاده اللحمه الفلسطينيه يجب ان يكمل المشروع الوطني الفلسطيني لتحرير كامل الطلب الفلسطيني وهذا كما قلت يجب ان يتعلق بالشعب الفلسطيني ان ينتزع حقوقه وعلى راس هذه الحقوق حق العوده الى قرانا ومدننا المهجره دكتور يعني بالتاكيد عندما نتحدث عن حق العودة والتعويض نتحدث عن حق شرعي كفلته الشرائع الدولية الآن يعني كلمة أخيرة توجهها لشعبنا الفلسطيني لجموع اللاجئين الفلسطينيين في كافة أماكن تواجدهم في مناطق اللجوء الخمس أو حتى في الشتات يعني وللفصائل الفلسطينية ماذا تقول فيها؟ يعني بالتاكيد عندما نقول الجانب الاول انه يجب انهاء الانقسام ويجب اعاده الوحده الوطنيه الى الشعب الفلسطيني، يجب استمرار المقاومه بكافه الوسائل المتاحه، يجب الاهتمام بالدائره الفلسطينيه اولا وتحقيق وحده الشعب الفلسطيني، انا اعتقد انه اعاده اللحمه الى الشعب الفلسطيني هو ربما سوف يكون الرافعه باتجاه التوجه الى الجانب العربي والتوجه الى الجانب الاسلامي ان يكون مساندا للشعب الفلسطيني انا اعتقد ان الجانب الفلسطيني يجب ان توحد او يوحد الخطاب الشعبي مع الخطاب الرسمي انا اعتقد ان يجب على الشعب الفلسطيني بكافه فصائله الشعب الفلسطيني في الشتات والداخل بقيادته والالتفاف حول قيادته لاكمال المشروع الوطني حتى تحرير كامل التراب الفلسطيني واقامه الدوله الفلسطينيه وتاكيد حق العوده وعاصمتها القدس وتاكيد حق العوده الى قرانا ومدننا التي تم التهجير منها وتهجيرنا منها عام 1948 بالتاكيد دكتور سيبقى حق العوده والتعويض حق ثابت ومقدس لشعبنا الفلسطيني في كافه اماكن تواجده في نهايه هذا اللقاء لا يسعني الا ان اشكرك الاستاذ الدكتور خالد صافي استاذ التاريخ الحديث والمعاصر بجامعه الاقصى شكرا جزيلا لك شكرا لكم مشاهدينا حتى نلتقي هذه تحيه وطاقم العمل ولنا لقاء